طبعا مشاهدينا كان معنا شويه اخبار حلوه. اظرف خبر بالنسبه لي كان انه مصر انفقت 500 الف دولار على هدايا عيد الحب. يعني كان في عباره عن 20 كونتينر دخلوا مصر مليانين دباديب وعلب هدايا وبلالين وحاجات كتير. شو رايكم؟ مع انه الخبر بيقول انه دي اقل سنه انفاق لمصر بعيد الحب. يعني مش عارفه رشا ازاي كده وبيقولوا نسب الطلاق كتيره وزايده. مش فاهمه في تناقض. يعني ازاي المصريين صرفوا الفلوس دي كلها في عيد الحب وازاي احنا بنكره بعض وبنتطلق وبنسيب بعض وعندنا مشاكل في بيوتنا؟ أنا وكل الاموال يعني دي يعني اتصرفت. طب ليه؟ انا عن نفسي انا ما اخدتش غير ورده واحده. اما مالهاش علاقه بالصرف ده خالص. مالهاش علاقه جدا. بجد يعني زي ما قالت هدايا ليلى بتبقى في الاول مثلا قبل الجواز بتاعت عيد الحب وبعد الجواز ما بيجيبوش هدايا. ما هو بصي احنا دلوقتي هنتكلم في الموضوع ده. طبعا احنا بنعاني من مشكله في الراجل. يعني هو في الاول يعني احنا مش عايزين نفوت في الموضوع بس هنتكلم فيه شويه. انه الراجل اول ما يعرف الست بقى بيدلعها ويجيب لها وما يخليش حاجه الا ما يعملها لها وحبيبتي وكلام حب طالع وكلام حب نازل عارفه بس خلاص اتجوزها قعدت في البيت خلاص تبتدي المصاريف تقل بقى عارفه الصرف على الست دي بيقل تبتدي تقل تبتدي ما لا وبعدين تحس الست خلاص ما انت لما تعود الست كده الست لما انت تبطل تجيب لها زي الاول هي بتقول لا في حاجه غريبه بتحصل ببلش الزعل بقى ببلش المقاسات وبعدين مش شايفه عيله بيقول لك ايه على دباديب وورود وهدايا وبلالين يعني بلالين متخيله دباديب وهدوء تخيلي بقى انه بعد الزعل ما بيصير والطلاق هتلاقي عندك مكب زي مكب السيارات كده مكب دباديب. انا شفت حاجات كده في الشارع على فكره حاجات مرميه كده يعني الناس خلص استهلكت الهديه يومين ثلاثه ورمتها خلص او زعلوا من بعض ومن بعد شوي ورموها. وعلى فكره الهدايا دي بصراحه انا بشوفها شكلها كوميدي مع احترامي طبعا للي بيحبوا يهدوا بس في هدايا فعلا شكلها بيضحك. يعني شو معنات انه انت تجيب هديه لحبيبتك او خطيبتك دبدوب كبير يعني هي مش هتعرف تحطه اصلا ده يعني بياخد حجم اكتر منك بالاوضه. ساعات بلاقي بنات فعلا في الفالنتاين في عيد الحب البنت مثلا طولها كده وشايله دبدوب قدها وماشيه بيه كده مش عارفه مش باينه اصلا من الدبدوب فعلا. لا هي فكره بصي يعني انه ماشي يمكن هو يحب يعبر بطريقه حلوه في يعني كل واحد غير عن الثاني يعني يعني مثلا خلاص عشان هي بنت بتلاقيها صغيره هو بنظر وهو انه هي بنت صغيره يعني انه زي في بيقول لك راجل بياخد البنت بيربيها على ايده عارفه ازاي فبيجيب لها دبدوب والعاب ومش عارف ايه هي بتجيب على فكرة. وهي بتجيب انا نفسي اعرف شو علاقه الدبدوب بالحب يعني ماشي بس مش كلهم بيجيبوا دباديب يعني في رجاله وفي شوكليت وفي حاجات كتير جدا. انا بفكر افتح السيزون الجاي محل هدايا عشان اكسب فيه. انا بفكر افتح محل ورق اكسب فيه بدل بيجيب فلوس كده اصلا في مصر هدايا. والله اللي يحب يفتح مشروع تفضلوا يعني فيكم تفتحوا محل دباديب ومحل ورد يعني بالنسبه المخرج بيقول اني افتح محل كشري ماشي يا استاذ احمد. على كل ما